افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمدينة شرم الشيخ فعاليات دولة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة. مبادرة دينية تنطلق من مدينة شرم الشيخ لتنمية الوعي الديني والوصول لرؤية واقعية لفكر مستنير في مواجهة التطرف، جاءت من خلال افتتاح دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة والتي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام. تأتي هذه الندوة التي تجمع وتضم مجموعة من الأئمة ومجموعة من الواعظات ومجموعة من شباب المراسلين المعنيين بالشأن الديني لما أكدنا عليه من أهمية بناء الوعي. إحنا كإعلام جايين من سيناء من عند سيادة المحافظ نبعت رسالة للعالم مضمون حاجتين، الأمر الأولاني مصر آمنة ومطمئنة ومستقرة وبتمضي في طريق البناء والتنمية بأقصى سرعة. الرسالة الثانية بقى بنوجهها للمصريين وللسائحين الأجانب، تعالوا إلى شرم الشيخ، أدينا شفنا بلد شمس مشرقة. موضوعات وقضايا ملحة تصدرت الدورة عن أهم القضايا الفكرية وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس والتي تقوم على بث الشائعات والأكاذيب. الإعلام عليه دور كبير في التوعية أيضا بمخاطر الجماعات المتطرفة، هذا من ناحية. الناحية الأخرى لابد أن يقف الإعلام خلف المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن. الدورات التدريبية كما علمنا أنها بتهدف لترسيخ قيم الوعي في المجتمع. إحنا في فترة حالية عندنا قلة الوعي المجتمعي، ده بيؤدي إلى زيادة معدلات التطرف، وده بيستغله الإعلام المناهض في أنه هو يروج للعنف المجتمعي ويشوه صورة الدين. فطبعا دي بتدي للناس بره اطمئنان ان شرم الشيخ فيها ندوات وان الدنيا امنه وان الدنيا كويسه وما فيش اي مشاكل، دي بتدي دعم طبعا للسياحه. مبادره تنميه الوعي الديني في مواجهه الفكر المتطرف تناولت كيفيه التعاون بين مؤسسات الدوله لبناء الوعي والبحث عن قنوات اتصال فعاله امام الجماعه المتطرفه. عدد من التوصيات اسفرت عنها دوره الاعلام الديني والتحديات المعاصره في يومها الاول تمثلت في ضروره جوده المحتوى وتصحيح المفاهيم الفكريه والدينيه ومن خلال اصدارات سلسله رؤيه لوزاره الاوقاف للفكر المستنير، مما يعظم من نجاح هذه المبادره. احمد ممدوح، النيل.